وإنما أهم شيء على وحدة الشعب بهذه المفاهيم. إن شاء الله تمسي المسيح يروح إلى كنيسته وما حد يقف بدربه ويقول له ليش رحت، المسلم يروح إلى الجامع والمسجد وحد يقول له وين رحت وين جيت، الصابئة يروحون إلى معابدهم ما حد يقف بطريقهم ويقول له ليش تروح إلى المعبد الصابئة، مهيش يعني هذا اللي يفهم وخمواني فاهم يعني مو مضبوط، كل واحد على عقيدته، لكن كلهم تحت علم العراق ولا يجدون في هذا ما يناقض خصوصيات أي واحد منهم. سيادتك أشرت بسيادة العراقية، احنا معتزين بها ما نجد فيها ثقل. طبعا بعض